احلى شيء انه النهار اللي عم صور فيه هيدا الفيديو هو عيد استقلال لبنان يلي هو 22 تشرين الثاني. مرحبا، معكم ريبيكا. الفيديو اليوم رح كون عم بعمل فول فيس اوف ميك اب باستعمال بس ليبانيز براند. حبيت اعمل هذا الفيديو سبيشال انه اليوم عم صوره بعيد الاستقلال، تحت هيك اعطي تريبيوت للبراندز اللبنانيه، اعطي بوش للبراندز اللبنانيه، فرجيكم برودكتس ان كيس ما بتعرفوا انه هن موجودين او هن ليبانيز، لانه الظروف يلي كلنا قاطعين فيها سبيشالي هدول الكومبانيز هي ظروف منا هينه، وحتى يقدروا هدول الكومبانيز يستمروا هن بحاجه لدعمنا. ففي عندي سله مليانه وخيفانه وقع، اوكي؟ هيدا السله كلها مليانه ميك اب من ليبانيز براندز، اور اتليست يلي انا بعرفه انه هن ليبانيز، ما عدا وان براند، وسوري للي بحبوها لهيدا البراند يلي هي تبع سامر خزامي. كنت كتير حابه اشتري بس الظروف هلا مش مناسبه بالنسبه للغلا وكل شيء. كنت كتير حابه سبيشلي جرب الفيس باليت، عرفت انه هو كان عامل 40% ديسكاونت النهار اللي خلص ال 40% ديسكاونت، وعن جد كنت كتير حابه جرب. بس I have tons، so رح كون عم نعمل full face of makeup using only Lebanese brands. كل براند عندي منه كذا product or at least one product، يعني حتى كل شيء حوالي هو اليوم ليبانيز. السكين كير اللي عملتها هي كلها يوزينج ليبانيز براندز، رول اون تبعي، البرفيوم، الاكسسوارز حلقات ليبانيز، السنسال تبع ليبانيز، محبس ليبانيز، يمكن بس الفيتبت من ليبانيز، بس حتى هيدي هي ليبانيز، تياب ليبانيز، وصولا للساكس تبع هن ليبانيز من براند كثير مهضوم اسمها كالسي. الكالسات اللي انا لبستهم هن مكتوب عليهم لاجري سوبر مهضومين، مش لابقين مع تيابي بس فاين. I'm drinking a Lebanese instant coffee من كافيه بون برازيل، هلا اهلي جايبينه سو انا I'm trying it for the first time. شو كمان بعتي انا ليبانيز على ضفيري، كل شيء هو ليبانيز، من البيس كوت للون للتوب كوت. سو اذا بهمكم تشوفوا شو معقول يطلع معنا ميك اب and very good makeup using Lebanese brands، لانه في عنا كثير قصص حلوه، a lot of gems بالبراندز اللي موجودين عنا لوكل فينا نلاقيهم من مكان. اكيد خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو، بس ما تنسوا انتو عم تحضروا اذا حبيتوا اللي عم تشوفوا انكم اكيد تعملوا لايك للفيديو، وتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات تحت، وتشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتوا اللينك، واكيد انكم تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتدوا جرس هون حط كلمة سبسكرايب تدايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة انا بطلع فيديو جديد. واكيد روح تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر، بالاخص على انستغرام لانه كثير اكتف هونيك، واذا كان عندكم حي لسؤال بتلاقوني دايما موجود على دي امس حتى جايبكم قد ما في جرب ساعدكم. وهلا خلونا حتى نبلش. اول شيء بدي ارفع شعراتي حتى اعمل البيس تبعي فلوليس اللي عم استعملها، هي سكرانشي كمان لبنانيه من براند اسمها انتي سكرانشيز، ات از اكشولي ميد باي ريل انتيز، سو الكواليتي تبعها اللي كم يوم عم حطها على شعراتي كثير منيحه. هلا هي انا شعراتي كثير ناعمين، بس انا شعري عابي، بس انه ببين كانه ما عندي شعر قد ما انا شعر ترقيقه، بتغطي لي قسم كبير من شعراتي، بس that's totally okay. So خلينا نربط شعراتنا فيها. It's super cute. هلا مش لابقى مع اللي انا عم بعمله، بس that's okay. هلا تما انسى ولا اي براند اللي انا عملته، عندي دفتر مقيد عليهم كل البراندز تأتأكد انه I'm using every single one of them، starting من البرايمر، كونسيلر، فاونديشن، اي شادو، كل الستابس وصولا لحديد الساتينج سبراي هن عنا اياهم ليبانيز براندز. سو مقيدة البراندز هوني، وان اوردر حدا قدر يشوف كل شيء بقلب هيدي السله، لانه هلا مش شايفه شيء غير اللاشز اللي هن اون توب. رح كون عم عرب بقلب بوكس صغير كل ستاب لحاله تما كون عم بنسى ولا اي براند. سو ام غانا دو ذات وارجع لكم دغري على السرير. بس بدي اخبركم شغله، الفيديو انكلودز اول اوف ذا برودكتس ما عدا البراشز والسبونجز، لانه ما عندي كميه كافيه من ليبانيز براندز، فرح استعمل ماي اون تحت انا انبسط بالميك اب. بس اي هاف تونز اوف برودكتس. رح بلش اول شيء بالعيون، لانه انا دائما بحب بلش بعيوني. حطيت برودكتس تبع العيون هون، كان يمكن لازم اجيب بوكس اكبر لانه زركتهم مع بعضهم، وحاطه البقوي هون. اوكي، سو اول شيء برايمر للعيون انا ما عندي، بس عندي تو كونسيلرز
كان عندي اكيد اكثر بس انا خلصتهم throughout the years عندي بالكولكشن ورح جرب اعطيكم لايك ميني ريفيوز عن برودكتس. سو عندي 2 كونسيلرز من براند سان جيرمان. اول واحد هو ريغار كالا يلي هو 02 ان باش توند، والثاني اسمه فاينل تاتش نيود ستيك كونسيلر يلي هو شيد نمبر 3 ان موانا. اوكي سو هدول هن الباكجز تبع الاثنين كونسيلرز انا عندي هون. باي ذا واي بخانه المعلومات تحت لها بتلاقوا الفانيلا انا حطيته، البيس تبعي هو فروم دالي، اللون هو فروم ساموا، والتوب كوت هو فروم سان جيرمان. اوكي سو جربت عن جد قد ما في يكون هيك انكلودينج ا لوت اوف ليبانيز براندز. سو رح كون عم استعمل هيدا ريغارد كالا يلي هو الكونسيلر البوت كونسيلر من عند سان جيرمان على عيوني. سو هيدا هو رح يكون برايمر، اكيد انا رح فرجيكم عين وحده والثانيه رح اعملها اوف كاميرا لانه اوريدي هيدا الفيديو سوبر طويل. سو هيدا الكونسيلر واز ماي جو تو كونسيلر انا وعم بكبر. I love this concealer وحتى هلا انا I can still use it under my eyes. انجا اخذت منه شوي وفركته على كل عيني. هلا for eye shadows انا ما بثبت الاي شادو برايمر او الكونسيلر لانه انا بدي تضل سكتيكي لاير موجوده كرمال انه وقت احط انا الاي شادو تبعي يبين احلى. سو عندي اول شيء هيدي الكواد يلي هي من دالي نمبر 4 ان رومانس. سو هيدي هي اللي انا رح كون عم بستعمل منها هيدا الشيد. ليش مش عم تعمل الكاميرا فوكس علي؟ anyway رح كون عم بعمل هيدا الشيد بهيدي الطريقة، اخذ منه شوي على البراش، نفض الزيادة، ونكزة صغيرة أعلى من كاسة عيني بدي بلش ركز هيدا اللون، وأنا أنجا عم دق البراش بهيدي الطريقة، بعمله بلاندينج سيركل موشن تحت موهو لميلة فوق، وباي ذا واي عندي فيديو كيف كل شيء خاصه بالبلاندينج رح أحطلكم إياه هون وبخانة المعلومات تحت if you are interested. وفوت لهيدا اللون نكزة صغيرة left right left right بهيدي الطريقة. حتى غمق نكزة صغيرة الكريس تبعي رح كون عم باخد هيدي الباليت من ايف موريل اللي هي رقم 4، رح كون عم بستعمل هيدا الشيد على نفس البلاندينج براش، باخد منه شوي بدي ركز نكزة صغيرة اوطى من اول لون حطيته بهي الطريقة، برجع بعمله بلاندينج بطريقة دائرية مع اللون الاول وleft right left right لجوا. رح ضلني بنفس البلندنج براش ورح اخذ هيدا السنجل اي شادو يلي هو من عند سان جيرمان، هيدا الشيد اسمه 12 ان سبيريت كوارتز. سو رح كون عم باخذ منه نكس صغيره على هيدا البراش بهالطريقه، وعلى قد على كسرة عيني رح كون عم ركزوا لهيدا اللون. هيدا شوي في شمر شوي ميتاليك، سو اذا انتو بتمانعوا انكم تحطوا شي شمر ان يور كريس او على الاوتر في تبعكم يمكن ما تحبوا الافكت تبعه، بس هيدا الشيد سوبر بريتي اند سوبر بيجمنتد. سو انا عم ركزه وعم فوته لميله جوا مثل ما انكم شايفين، عم بعمله بلندنج بطريقه دائريه تادمجه مع الالوان البقوي، واوطى من اول لونين عم فوته ليفت رايت ليفت رايت لجوا. رح كون هلا عم برجع اخذ نفس الكونسيلر البوت كونسيل من عند سان جيرمان، عم باخذ فلات براش صغيره بدي اعمل كات كريس، بس ما رح اعمل هالكات كريس الكبيره وعاليه لانه لوك والالوان اليوم انا بدي استعملهم هن فيون الوان في الوان، لانه بدي اجرب قد ما في استعمل برودكتس من البراندز اللبنانيه اللي انا عندي اياهم، بس انا بدي اعمل كات كريس هاف واي. سو عم بلش فيها عم طلعها نكزه صغيره اعلى من الفتحه تبع عيني، الكسره تبع الفتحه تبع عيني بهيدي الطريقة. يجي انا بعليها اكتر بس اليوم ما بدي اعملها بهيدي الطريقة، وباخد شوي من هيدا الكونسيلر كل ما بعوز، مش باخد كمية كبيرة ودغري بحطهم. سو عطول بلشوا بكمية قليلة يوز دم، ترجع بتاخدوا اصبعكم بتطبطبون تتأكدوا انه ما في كريسينج. اوكي هيدا كل شيء رح اعمله. هلا رح انتقل انه اخد انذر اي شادو سنجل اي شادو من عند سان جيرمان. رح كون عم بستعمل هيدا السنجل اي شادو يلي اسمه 10 ان ساند ستونز. سو هيدا اللون اللي حكون عم حطه انا يوزينج هيدي السبونج اللي بتجي معه، لانه انا كل اللي عم بعمله انه انا ابلاينج هيدا الشيد مطرح ما انا حطيت الكونسيلر. على فكره انا عم صور بنهار هلا، سو اذا سمعتوا ضجه هيدا شيء كثير طبيعي، انا معوده انه صور لكم بالليل يا جمعة الجاي ببلش عندي شيء انا عملته هو ذاته لاست يير. So I'm pre-filming. So ليلة مع نهاري I'm exhausted. بس I wanna make it happen. So رح كون عم حط هيدا اللون، برجع باخد البراش الأساسية تعمل blending left right left right between the edges تبع اللون شمر اللي أنا حطيته واللون اللي حطيته أنا in my outer V. وهلا رح آخد بعد another single eyeshadow من عند سان جيرمان يلي هو هيدا يلي هو number
17 يلي اسمه Over the Moon. اوكي هيدا رح كون انا عم بحطه للون. كمان في هيدا السبونج اللي جاي معه رح ركزوا لهيدا اللون باول عيني. الفراغ اللي تركته هون رح كون عم بحطه لهيدا الشيد، واكيد برجع باخذ السبونج اللي حطيت فيها the other shade يلي هو اللون يلي حطيته اول شيء، بدي ادمج الادجز between هدول التو شيد. سو بدي احط منهم and I take from the other color وبدمجهم سوا مع بعضهم. رح اترك هلا الاي شادو لانه بدي اعمل مثل الاي لاينر على عيوني. البرودكت الوحيد يلي عندي من كي ستارز بالوقت الحالي هو هيدا الكيك لاينر من كي ستارز اللي بيجي اسود. هيدا ات ويل اكتيفيت وقت ترشوا له مي او بصير كثير حلو. كان عندي كثير برودكتس من عند كي ستارز بس لانه اوفر ذا ييرز القصص بتخلص مدتها وانا ما عم بستعملها، سو طالما تخلص مدتهم اوريدي البرودكتس اللي كانوا عندي هون اعطيتهم لحدا. حتى رش على هيدا الكي ستارز رح كون عم بستعمل انذر ليبانيز برودكت يلي هو الروستو او من عند فيل 22. سو كل اللي بعمله انه برش بهيدي الطريقه وعم باخذ ان انجلد برش. انا ام غانا بيك من هيدا البرودكت. سو دغري بيصير ليكويد ودغري بيصير انتنس ودغري بيصير يعلم وما بينهز. اوكي بس المشكله انه بهول الكيك لاينرز لانه هن ذي ويل اكتيفيت على المي وقتها يجي مي على عيونكم اكيد رح بشطوا، بس لانه هيدول هن ذي ويل اكتيفيت على المي. اوكي سو رح كون انا عم بعمل لايك سمول اي لاينر بهيدي الطريقه على طرف عيني. ما رح مد لميلة جوا لانه ميلة جوا بدي استعمل another eyeliner from another Lebanese brand. كل اللي عم بعمله وقت عوز برجع باخذ من هيدا البرودكت and I do my eyeliner مثل ما انا usually بعمله. Okay. So I'm gonna stop here. في عندي another liquid eyeliner هو من سان جيرمان ما رح استعمله هلا لانه I'm selling products from سان جيرمان. بدي أعطي تشانس لكل الليبانيز براندز اللي أنا عنديهم إنه أقدر أستعمل منهم برودكتس. So the other eyeliner اللي حكونا عم استعمل هو from بسام فتوح يلي اسمه Orient. هيدا is a very beautiful blue shade يلي هو هون. I love this one. Okay so عم بياخد منه كمية كتير قليلة ولح أرسمه لهيدا الأيلاينر لأنه هو كتير رفيع على أول عيني وأوصله مع the black one وأكيد أتأكد انه كله ظابط وكله تمام. سو بهيدي الطريقه وهلا لانه انا بحب اعمل على طول تايد لاين يعني احط قلم بخط الدمع الفوقاني رح كون عم بستعمل هيدا القلم الاسود يلي هو من عند ايف موريل يلي اسمه الكتريك اي بنسل. هيدا انا اعطيت عنه ريفيو انه انا بالنسبه لي ما بلاقيه ابدا ووتر بروف لانه مكتوب عليه ووتر بروف، بس انه هين كثير اذا بدي اعمل تايد لاين. سو باخذ هيدا القلم وبحطه على كل خط الدمع الفوقاني وبفوته بين الفراغات اللي انا عندي اياه هون بين الرموش. بقلب عيني اقدر استعمل قد ما في برودكت رح كون عم استعمل ثلاثة قلم، قلم من ليدي لولا وقلمين من بروفوك. سو في عندي اول شيء رح بلش انه احط بخط الدمع التحتاني بروفوك نمبر 70 and something borrowed ورح ارجع بنص الخط الدمع احط من ليدي لولا نمبر 04 in blues and jazz اللي هو هيدا اللون، واخر شيء باخر خط الدمع يعني ميله اخر شيء تحتاني رح كون عم بحط من بروفوك نمبر 67 ان ماجنتيك. اوكي سو هدول هن الاقلام يلي انا رح كون هلا عم حطهم بطريقه كثير سريعه على خط الدمع. سو بلشت ب ذا لايتست وان يلي هو بروفوك بس هلقت بكمل ب ليدي لولا مثل ما قلت لكم. ليدي لولا رح يكون هو الاكثر شيء عم يبين لانه هو اكثر شيء بيلبق مع بسام فتوح ايلاينر اللي انا عندي. باي ذا واي انا هيدا هو البرودكت الوحيد اللي عندي من بسام فتوح، كنت حابه كثير جرب من عنده من البراند بس مع هيدا الغلا هلا عم بستندم انه ما جربت. كان في الستار باليت تبع اليسا كنت كثير حب اجيبها وهلا ندمان انه ما جبتها. واخر شيء رح كون عم باخذ بروفوك يلي هو 67 ان ماجنتيك وحطه اخر شيء على خط الدمع التحتاني عندي، واكيد ام بلندينج الادجز بين الالوان يلي انا حطيتهم تما يبينوا فصلين حتى يبين كانه انا عامله جراديانت مزبوط 100% على خط الدمع التحتاني. كباسة الرموش هلا رح انتقل الماسكارا من بين ليبانيز براندز. انا عندي اربع مساكر هلا اكيد انا مجربه اكثر، مجربه من داري كذا وحده، مجربه من ساموا كذا وحده، ومجربه من زمان الالما 1
اوكي سو جبتها بعدها عندي مختومة حتى وقت عوز ماسكارا، وعندي اثنين مساكر من سان جيرمان مختومين. انا الماسكارا ما بقدر استعملها اكثر من 3 اشهر لانه بتحسس عيني، فكرمال هيك تما كون ويستينج برودكت ما بفتحهم او كون فاتحه ماكسيموم 3 مساكر بنفس الوقت. بس عندي ماسكارا فروم ليبانيز براند يلي هي الايف موريل مفتوحه، يلي هي الماسكارا 3D اكسترا فوليوم لونج لاستينج الترا فاست اب تو 5 ماسكارا. اوكي سو انا اوريدي مكبسه رموشي، هيدا ستيب انا على طول بعملها وما بقف فيها وعلى طول بسكرها لانه انا بطبيعه رموشي هن بيقشطوا. هلا انا رح اكون عم حط لاشز او هاف لاشز كمان من ليبانيز براندز، بس بدي يكون في بيس للاشز يلي هي الماسكارا. سو رح اكون عم حط 1 كوت من هيدي الماسكارا واتركها شوي حتى تنشف قبل ما احط ثاني كوت. اكيد بعمل ذا سيم على ثاني عين. بما انه انا عندي اويل تو كومينشال سكان وفيكم تشوفوا بوضوح انه انا بشرتي من هون بتزيت، هلا بدي استعمل برايمرز. البرايمرز بدهم وقت حتى يثبتوا على الوجه، فرح بلش اول شيء انه اخذ من ايف موريل يلي هو الفيس برايمر. رح اخذ منه كميه كثير قليل لانه هيدا بالنسبه لسيليكون برايمر كثير ليكويدي، سو هالقد هو مور ذان انف. بمرقهم على ايدي ببلش انه وزعهم بالارياز يلي انا عندي فيهم بتزيد بشرتي وعندي فيهم بورز، سبيشلي هون مطرح ما عندي the bigger pores، وبلش بعدين من بعد ما وزعوا انه كبسوا لهيدا البرايمر حتى يفوت على قلب البورز ويعبي لي اياهم وقت احط الفاونديشن بعدين فوقه يطلع اللوك تبع السكن فلولس. ورح ارجع اخذ كمان يلي بعدين حستعملها از ماي سيتنج سبراي يلي هي الساموا يلي اسمها بريب اند سيت. سو هيدي مثل اسمها بريب اند سيت، سو فور بريبريشن للسكن تبعي هي برايمر. سو رح كون عم برش منه على كل وجه تأتأكد انه غطت لي وجهي. رح ننطر هلا 5 دقائق او 6 دقائق حتى يثبتوا على وجهي قبل ما ننتقل للفاونديشن. انا ناطره على البرايمر رح استغل انه انا بدي احطها فلاشز او فول لاشز، فرح كون عم بستعمل اول شيء هيدا الجلو نمبر 8 من عند لا كونتاسا لاشز. سو هيدا الجلو انا كثير بحبه حتى لزق فيه رموشي. عندي كثير لاشز من عند لا كونتاسا لاشز، سو عندي هدول وعندي هدول. اوكي بس اللاشز اللي حطهم اليوم اجان لانه بدي استعمل اكثر براندز هن لهاف لاشز يلي هن من عند لاش براش. سو هي بتجيبهم من الصين بس انه هي براند لبنانيه. سو اوريدي انا عندي بير عم بستعمله حطيته بقلب هيدي العلبه. سو هدول هن البيرز يلي رح كون عم بلزقهم. ما رح فرجيكم كيف انا بلزق اللاشز لانه اوريدي انا عامله فيديوز عن هيدا الموضوع. لحط لكم الفيديو تبع كيف تركبوا رموش هون وبخانه المعلومات تحت. اوريدي انا عامله كنت قبله هدول الفيديوز عملتهم ب 25 days of Christmas last year. عامله كمان فيديو اي ستايل من اللاشز هو اكثر شيء بيلبق لكم بيلبق لشكل عيونكم كمان رح تلاقوه هون وبخانه المعلومات تحت. So I'm gonna put these lashes on ونرجع بيكون ثبت البرايمر مزبوط التو برايمرز اللي حطيتهم تننتقل للفاونديشن هالمره على المزبوط. Lashes are on او بالاحرى الهاف لاشز كثير بحبهم لهول اللاشز. ما بتحسوا كانكم حاطين شيء على رموشكم بس بنفس الوقت كثير بيحلوا اللوك، وسبيشلي للعالم اللي مثلي ما بيحبوا يحطوا لاشز كثير بس بنفس الوقت بيعرفوا انه اللاشز بيغيروا اللوك. سو الهاف لاشز هن الانسر بالنسبه لكم، واكيد هدول الهاف لاشز فيكم تحطون كذا مره. انا شغله بحب اعملها في عالم ما بتحب تعملها، so it's up to you انتو بأي طريقة بتحبوا. انه وقتها حط هدول اللاشز ارجع اخد اللاش كيرلر اللي انا عندي اياه اللي كبست فيه رموشي اول شيء، وبحضر دغري الماسكارا معي تحت اعمل هيدا الستب. so بكبس رموشي مع اللاشز تحت يندمجوا للماكسيموم بهالطريقة وانجح، يعني بكبس كبسة صغيرة برجع باخد الماسكارا اللي استعملتها وبقطعها one time بهالطريقة ليكون الفرق بين هالعين وهالعين. انا I can see it obviously انه هالعين شقلت بعد اكثر وانا بحب هيدا الافكت. اذا انتم ما بتحبوا تعملوا هيدا الشيء don't do it، بس انا I super love the effect وقت اعمل هيدا الاكسترا ستيب. البرايمر ثبت، التو برايمرز بالاحرى ثبتوا على وجهي كومبليتلي. هلا رح انتقل الفاونديشن، شايفين هون عندي عقصة برغش. رح كون عم بستعمل هيدا الفاونديشن من عند ايف موريل يلي اسمه HD ليكويد فاونديشن ووتر بيز. الشيء اللي انا عندي هو 52. هيدا الفاونديشن الوحيد اللي عندي من براند لبنانيه لانه انا على طول بعمل ديكلاتر للفاونديشنز يلي ما بيناسبوني او الشيء تبعهم بيكون غلط. هيدا رح اعمله ديكلاتر لانه لونه مش مناسب علي بس التكشر تبعه حبيته. سو شيد 52 بيطلع بينك علي، بس بما انه انا اليوم لابسه هيدي ما رح يبين لون رقبتي مزبوط، سو في يخبي هيدا الشيء. سو باخذ منه 2 بومبس، هيدا كثير ليكويدي سو شايفينه بلش ينزل على ايدي، وهيدي البومب او 2 بومبس بالاحرى بدي اوزعهم على كل وجه.
سو بوزعهم بالتساوي، وهيدا از بيلدبل. سو اذا حابين تكون تزيدوا الكفرج فيكم ترجعوا تاخذوا منه بعدين وترجعوا تحطوا منه. سو بتاكد انه وزعته اول شيء بهيدي الطريقه، ورح كون عم بعمل له بلندنج ببرش هي من روبي روز، هيدا مش لبناني اسمها راوند كابوكي برش. سو رح مده لهيدا الفاونديشن على كل وجه. على فكره حتى اللبون اللي اليوم حطيته هو من بيز لاين، هو ليبانيز براند الاس بي اف اوريدي، انا حطيته قبل ما بلش الفيديو، هو من ليبانيز براند. everything is ليبانيز اليوم. اوكي سو مدوا للفاونديشن على كل وجه، واكيد بتاكد انه انا وصله لعند اللاين تبع شعراتي هون. اوكي سو تحت يكون كله متناسق، وبوصل لعند عيني، واكيد بوصل لعند رقبتي لانه هيدا از بينك وانا رقبتي از مور نيوترال على يلو. سو تحت يكون اللون متناسق بحاجه انه انا وصله لهول الارياز. برجع باخذ سبونج مبلله وبدي اقطعها على كل وجهي بطريقه الطبطبه بطريقه كثير ناعمه، تتأكد انه كله بنعمل له بلندنج بطريقه حلوه وكله ايفن، مش عندي مطرح في اكسترا برودكت انا مش منتبهه اعملهم بلندنج. سو شايفين هون انا عندي عقسات البرغش، رح كون هلا عم باخذ هيدا كونسيلر يلي هو من سان جيرما يلي اسمه فاينل تاتش نيود سكين كونسيلر. رح اخذ منه اول شيء وحطه لهيدا الكونسيلر مطرح ما عندي عقسات البرغش، وبدي اتركه حتى يثبت قبل ما اعمل له بلندنج بهيدا السبونج. من بعد ما غطيت هيدول الارياز برجع باخذ منه شوي صغيره لهيدا الكونسيلر وبحطه هون، وكمان بحطه هون، وبرجع لنفس البرش اللي انا استعملتها رح كون عم بدمجه اول شيء لهيدا الكونسيلر بهيدا البرش. انا شخصيا بجرب قد ما في خفف كميه الكونسيلر تحت عيوني لانه انا اي هاف دراي اندر ايز، عمري 32، سو كل ما عم بكبر بالعمر كل ما عم تنشف المنطقه اللي هي تحت عيوني. من بعد ما ادمجه للكونسيلر برجع باخذ السبونج على طول وبطبطبها اجان تحت اتاكد انه كل شيء بلندد بطريقه حلوه. وهلا الكونسيلر مطرح الحبوب ثبت، صار له شويه وقت، السبونج بيراس على السبونج، اي بلند الادجز تبع النقطه اللي انا حطيتها. سو انا ما عم بمرغ السبونج فوق النقطه الحمراء، عم بحطها للسبونج على طواري في النقطه اللي انا حطيتها. سو حتى اخبي الادجز واعملهم بلندنج بهيدي الطريقه، لانه again هون عندي اكنيز من ورا لانه عم حط ماسك نون ستوب، وعندي عقسات برغش كمان، يعني وجهي كان ناقصه عقسات البرغش تحت يجوا. وبهالطريقه عن جد بيطلع اللوك تبع السكن احلى. اوكي هلا هيدا الكونسيلر منه فول كفرج كونسيلر، بس انه اتس جود. وهيدا الكونسيلر الوحيد غير هيدا اللي انا عندي من ليبانيز براندز، مجربه تبع ساموها، مجربه تبع دالي، ذا نيو دالي برودكتس اللي هن منزلين كونسيلرز وهن ستيكس كونسيلرز، وبنفس الوقت في عندهم كونتور شيدز اند هايلايت شيدز، كانوا سولد اوت على 3 ويب سايتس. سو ما قدرت اجيبهم، كنت حابه اجيبهم كمان اعمل هيدا الفيديو ما لقيتهم، سبيشلي ذا ديب شيد. قلت انا اوكي معلم ما بجيب الكونسيلر ما بجيب ذا هايلايت شيد، بس بدي اجيب الكونتور. I didn't find it بالمرة ولا أي ويب سايت. وهلا بما إنه نحن كوارنتين قاعدين بالبيت بالوقت اللي أنا عم صور هدول الفيديوز، ما عندي ما في محلات أصلاً فاتحة تحت أجيب ميك اب، والسوبر ماركتس يلي أنا بنزل عليهم ما عندهم هدول البراندز unfortunately. تحت أثبت تحت عيوني أنا يوجوالي بستعمل لوس باودر، بس للأسف ما عندي لوس باودر من ليبانيز براند. أجان أنا وعم نبش على برودكتس تحت أستعملهم أنا ما لقيت على الويب سايت، ما لقيت الشيدز انا بدي اياهم، فرح كون عم بستعمل هيدي الباودر من ايف موريل يلي اسمها سوفت اند دراي باودر نمبر 1، هيدي هي رح استعملها انا تحت اثبت تحت عيوني. سو باخذ انجا شوي من هيدي الباودر، نفذ الزياده كثير منيح، باخذ اصبعي بتاكد انه الكونسيلر منه عامل كريسينج. انا كثير بحب استعمل لوس باودر تحت عيوني سبيشلي لانه انا اي هاف دراي اندر ايز، وبطريقه كثير خفيفه بدي اثبت الكونسيلر تحت عيوني. هلا انا اوريدي كان عندي قبل من ليبانيز براندز لوس باودرز، عملتهم ديكلاتر لانه اي وازنت يوزينج ذم او كانوا عم ينشفوا لي كثير الاندر ايز تبعي، بس انه نوت باد الافكت بين هالميله وهيدي الميله. سو اي ميك شور انا ثبتها كلها لهيدي الاريا، وما بقى في ابدا ستيكينس تحت عيوني.
قبل ما انتقل انه انا اثبت كل وجهي. حتى اثبت كل وجهي رح كون عم بستعمل هيدي الباودر من سان جيرمان يلي اسمها كوفرانس ليس. الشيد اللي انا عندي اياه هو ايفوار نمبر 2. هيدي مكتوب عليها ويت اند دراي باودر فاونديشن. سو انا اول ما جبتها استعملتها از دراي يعني ببرش كبيره وفلافي قطعت على كل وجهي. بس لانه ريسنتلي اخر كم يوم عم استعملها ويت كثير عم حبها رح كون عم باخذ سبونج المبلله واخذ منها لهيدي الباودر. كتير بحب الفلفت فينش اللي بتعطيني اياه وقت اعمل هيدا الشيء وبلس تعطيني كفرج اكثر. سو رح بلش لكم بالاريا اللي انا راجع حاطه كونسيلر مطرح ما عندي تتشوفوا انه عن جد it does add a lot of coverage على الاريا. اوكي سو كل اللي رح اعمله رح اخذ باودر وبطريقه الطبطبه مثل ما انا عم بعمل عم بقطعها على كل الاريا. سو عم باخذ شوي شوي وعم بمشي حتى ثبت فيها كل وجهي. واي ابسولوتلي لاف ما بعرف اذا قادرين انتم تشوفوا الفرق بس كثير بحب سبيشلي مطرح ما عندي بورز كيف عن جد بتعبي لي اياه هون بتخليهم يكونوا ناعمين وفالور فينش ما بعرف اذا كاتبين عليهم بس عن جد كوفرانس ليس عن جد بتعطيكم هيدا الليس بتعطيكم اياه بطريقه كثير حلوه على كل الوجه. رح اخذ بوز صغيره من وجهي حتى ارجع اعمل حواجبي هلا لانه وقت اعمل الحواجب بحس انه وجهي بلش يصير كومبليت. فرح كون عم باخذ اول شيء هيدا القلم من ساموا يلي هو ذا نيو لاف يور شيب او ناتشورال بيور براو لاينر. الشيد انا عندي هو 305 ان بري هاوس. عندي انذر برودكت لبانيس حتى عم في حواجبي يلي هو من ليدي لولا يلي اسمه اي برو كشن كيت. هن بعثوا لي نمبر 1 ان بلوندي. هيدا انا اذا بحطه هلا على حواجبي ببينوا شوي على اورنج لانه هيدا از not my shade. اكيد I'm gonna get it be my shade يلي هو hint of brown very soon. بس بالوقت الحالي حتى بحواجبي رح كون عم بستعمل بهيدا الفيديو هيدا القلم من عند ساموا. سو بلش اول شيء انه مشي حواجبي طلوها بهيدي الطريقه بلش انه عبي كانه انا عم بعمل hair strokes بطريقه ناعمه. هيدا القلم بتاكد انه انا عبيت كل الخط التحتاني واكيد ما بغلط بهيدي الطريقة وسبيشلي هون. اوكي برجع بمشط حواجبي لميل التحت تقدر شوف انا شو عم بعمل وعبي كل شيء وعبي فيه الفراغات اللي انا عندي اياه هون بهيدي الطريقة. اوكي واكيد انا هون عندي كتير فراغ سو بتأكد انه انا عبيت هيدي الاريا مزبوط لحتى يطلع حواجبي ايفن. اوكي هلا برجع بمشط one more time حواجب طلوع بهيك وهون انجق شوي صغيره بعبيهم وبتاكد انه كله ايفن. هلا سنس رجعنا مشطناهم ان بليس على طول بحب ارجع مشط بتوين اللي انا عم بعمله حتى يطلع لي لوك احلى لحواجبي. اجان اذا انتم ما عندكم هالقد فراغات ما انكم بحاجه تعملوا هالقد ستابس بس لانه انا عندي كثير فراغات I need to do this. وبرجع باخذ دغري من بعدها هيدي البراو اند جيل ماسكارا براو اند لاش ماسكارا بالاحرى يلي هي من سان جيرمان. كثير بحب الريشه تبعها سو ان كيس ما عم تحضرني على الستوريز بتجي الريشه تبعها هيك. اوكي سو من ميله هي ذا نورمال براش اللي انتم بتستعملوها بس من ثاني ميله هي طويله. كل اللي بتعملوه انكم بتكون تحركوها للبراش بقلب التوب حتى تطلع لكم برودكت. بتبلشوا اول شيء انكم تمشطوا فيها حواجبكم مثل ما انتم بتعملوا مع حيلا براو ماسكارا حتى يتعبوا الحواجب هيدا الجيل يلي رح يثبتهم محلهم. اوكي وبس تتاكدوا انكم انتم عبيتون برودكت ترجعوا تبرموا للميله اللي هي اطول وساعتها بتبلشوا تعملوا ستايلينج لحواجبكم مثل ما انتم بتحبوا. وتراست مي الستايلينج تبع الحواجب سوبر حلو. هلا هيدي منا لونج لاستينج يعني رح تثبت لكم حواجبكم محلهم وما بقى ينهزوا بس كافكت كرمال خرج كل يوم بتعطيكم هيك ناتشورال لوك لحواجبكم كثير 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 حلو. تكمل عيوني بما انه عملت الحواجب وعلى فكره رجعت اخذت الكونسيلر وحطيته كمان على عظمه حاجبي حتى ارفع حواجبي. تنكمل عيوننا من تحت قبل ما كمل الوجه رح كون عم برجع للكواد تبع داليا اللي هي نمبر 4 ان رومانس. رح استعمل اللون الاسود عم باخده على انجل براش سوبر صغيره وهيدا اللون از فيري بيجمنتد وفي شويه فلق سو بتاكد انا رفضت لزياده كثير لانه ما بدي انزع البيز. وهيدا الاسود رح كون عم حطه انا اقرب شيء فيه على خط الدمع. سو انا بدي اعمل لايك اي سموكت اوت لور لاش لاين. سو عم باخذ هذا الاسود كل ما بدي
وبتأكد انه نفذ الزيادة بهذه الطريقة. وهلا مع بنسل براش كتير صغيرة رح ارجع للسنجل اي شادو تبع سان جيرمان اللي استعملته انا ان ماي اوتر في اللي هو هيدا اللون نمبر 12 ان سبيريت كوارتز. اوكي سو رح اخذ منه على هيدا البراش. هيدا شيمر سو شيمرز فيهم شوية فول اوت، اذا انتو بتخافوا من هيدا الشيء رشوا على البراش بساتينج سبراي او بروستو او. انا ما عندي مشكلة رح نفذ الزيادة كتير منيح. هلا رح امحل البراش ابورد هيك بهيدي الطريقة. بدي بلش اول شيء انه طبعه لهيدا اللون دغري اوطى من اللون الاسود اللي انا عملته، بس طبع هيدا اللون واتاكد انه انا وزعته بطريقه ايفن. برجع بنفذ البراش زياده وبقطعها على ايدي حتى ما يصير عندي ابدا فول اوت. وهلا بدي بلش اعمل بلندنج وسموكينج اوت للور لاش لاين بهيدي الطريقه، واكيد بوصل مع الخط الايلاينر اللي ميلت فوق. رجعت اخذت نفس الماسكارا يلي هي من ايف موريل اللي استعملت على رموش الفوقانيات، حطيت منها على رموش التحتانيات وان كوت. وهيك بكون خلصت عيوني. بعد في الهايلايتر مد مع العين وعدم تحاجبه، بس اوصل للهايلايتر على وجهي رح كون عم بستعمل هو زيته بهدول الارياز. اللوك تبع السكن تبعي انا حبتها، بس انا بحب زيد شويه جلو على السكن تبعي، فرح كون عم بستعمل هيدي ايف موريل يلي اسمها هايلايتنج باودر شيد نمبر 41. سو هي شامبين كثير is a light champagne. Okay, منو in your face, it is suitable for every day. رح اخذ منه على هيدا البراش الكبيرة، رح انتبه وين عم ركزه لهيدا الهايلايتر. So فيي حطه هون وهون، رح اخذ منه شوي حطه على صنديحتي وهون. Okay, عم جرب قد ما في استعمل products, so that's why you're seeing me use a lot. So هيك زادت شوية glow للسكن تبعي، لأنه هيدا الهايلايتر منه انتنس أبدا، وأنا أنجع دقيت البراش فيه سو ما حطيت منه كمية كتير كبيرة. أنا بحب عطول بلش بالبلاش بعدين البرونزر والهايلايتر، سو رح كون عم بعمل هيدا الشي. هلأ في عندي كبلاشز، في عندي هيدا البلاش من دالي نمبر 1 ان تاهيتي كتير بحبه، وانا مستعمله كل البلاشز تبع دالي اوفر ذا ييرز، بس بالنيو باكجينج عندي بس هيدا. سو عم فرجيكم يلي هن اجدد شيء. في عندي بقلب هيدي التريو الفيس باليت في عندي هيدا البلاش من دالي، وفي عندي من ايف موريل هيدا البيكت بلاشر نمبر 22. هيدا رح كون عم بستعمله اليوم ليتر اون. البلاش اللي حب استعمله انا على وجهي هو اكشلي من سان جيرمان، هو اجدد بلاش عندي اياه بالكولكشن، اسمه البليزير كومباكت باودر بلاش 04 ان انتيك. اوكي صرت مستعملته كذا مره على وجهي and I absolutely love كيف يطلع مع سكين تون تبعي، مع لون شعراتي، مع كل شيء. سو هيدا هو البلاش اللي رح كون عم بستعمله اليوم. رح ياخذ بلاش براش اللي انا يوجد بستعملها، وبيجي معه ميرور كتير كبيرة سو كتير عملي كمان اذا بتكون تستعمله. بياخد منه انجأ شوي، نفذ الزيادة، بلش انه ركزه على تفاحة خدي، وبعدين I blend it لميلة ورا. سو كل ما بدي باخد شوي انا يبلت. انا بعمل هيدي الطريقة وبأول بلاش لانه بدي ارجع احط فوقه برونزر. سو اذا انتم بتحطوا البرونزر بعدين البلاش ما تقووا هالقد البلاش، بس again my technique I always do it this way. وهيدا البلاش I'm super in love with. عن جد كل مرة بستعمله بقول قديش حلو وقديه قاطع قدامي ولا مرة مجربته. So I have a lot of products على فكرة من سان جيرمان. إذا بهمكم أعملكم full face of سان جيرمان، عندي almost a full face. Let me know بخانة التعليقات تحت، وأكيد بجيب ساعتها يلي ناقصني وبعملكم هيدا الفيديو. للبرونزر في عندي اول شيء البرونزر يلي هو بالباليت تبع دالي اللي فرجيتكم اياها قبل يلي فيها البلاش. ما رح كون عم بستعمل هيدي الباليت ولا الهايلايتر بهيدي الباليت، سو ما رح فرجيكم اياها. في عندي تو برونزرز، اول برونزر هو من ساموا يلي اسمه Give Me Sun Bronzing Face Powder، بيجي فيه تو سايدز، ميلي مات وميلي شمري. سو انا رح اعمل اول شيء استعمل هيدا البرونزر، اخذ ميكس اوف ذيس تو سايدز، وانا حامل برش ابورد بلش انه احط هيدا البرونزر على طوالف وجهي. انا ام gonna be using the second bronzer انا عندي من ليبانيز براند، بس حبيت انه هيدا اول شيء يكون البيز لانه هيدا بيجمنتد وانجا اخذت منه شوي. اوكي سو عملت شوية برونزينج لوجهي. رح كون هلا عم بنتقل ل a very beautiful glowy bronzer، هو جديد عندي بالكولكشن بس كتير حبيته بالمارتين يلي استعملته سو فار، يلي هو من سان جيرمان، اسمه تيراكوتا برونزينج باودر شيد نمبر 7 ان كالكاتا اورو. سو رح اخده على البراش هيدا glowy bronzer. اوكي كتير حلو، بيعطيكم جلو كتير حلو للسكن، بس بعرف في كتير عالم ما بيحبوا الجلو، سو ذاتس واي رجعتكم استعملوه اول شيء. سو انشا اخذت منه لهيدا البرونزر
انا ام ادينج ات على وجهي فور اي هيلثي جلو. في كتير عالم هلا بتحب تثبت وجهها قبل ما تنتقل للهايلايتر، انا رح كون دغري عم بستعمل هايلايتر. براند لبنانيه عندها هايلايتر كتير حلو هي سموه. اوكي هيدا الهايلايتر اسمه رايز اند شاين ميتاليك هايلايتر، الشيء اللي انا عندي هو نمبر 1. بيجي في عليه هيدا الباترن، بدكم تحفوه على الباترن حتى يطلع لكم the actual glow يلي بيعطيه هيدا الهايلايتر. سو مثل ما انكم شايفين انا شايل الباترن هون وصار في عندي فجوه فيه قد ما بستعمله. سو رح كون عم باخذ من هيدا الهايلايتر and it is very intense. سو رح ياخذ منه شوي نفط الزياده. لحظه قبل كان لازم احط البلاش توبر، ريوايند. خلينا نرجع ناخذ another brush. رح كون عم باخذ هيدا من بي اتش كوزماتكس، في عمر 3 كثير بحب استعملها مع البلاش توبرز، فرح كون عم بستعملها مع هيدا البلاش يلي هو البيكت بلاشر من عند ايف موريل نمبر 22. كثير حلو الافكت تبعه بس ما في استعمله انا از بلاش، بستعمله از بلاش توبر. سو باخذ منه شوي على هي البراش نافذ لزياده اوكي، ورح احطه دغري مطرح ما حطيت البلاش واعمله بلندنج لميلت ورا. سوبر بحبه اند ات از سوبر بيجمنتد اوكي، بس انه كثير انتنس الشمر يلي فيه فما في استعمله لحاله لانه بحسه ببين لي التكتشر كثير تبع السكن تبعي. هلا رجعنا للبرش للهايلايتر تبع سموا اوكي، شكلي حطيتها ثاني ميل. ايه حطيت الهايلايتر ثاني ميل. ليك قديش حلو هذا الهايلايتر، اي لاف يوزينج ذيس هايلايتر. بدي احطه هون هون على راس منخاري بيدج اوف ماي نوز. انا بحب احط نكزه صغيره هون الهايلايتر، هلا بظبطه تما يبينوا انه نقرون وقت احط السيتنج سبراي. اوكي سو اي لاف ذيس هايلايتر، شوي ببين التكتشر تبع السكن بس كثير بحب الافكت تبعه. ات از اي فيري جود هايلايتر من براند لبنانيه. رح ارجع اخذ هلا برشي كثير صغيره تحت اكون دقيقه انا عم احط الهايلايتر بمدمع عيني نفسه، هو ذاته بعدني بالساموا رايز اند شاين هايلايتر، عم بحطه على مدمع عيني وعلى عظمة حاجبي. هلا من بعد الهايلايتر بحب انا ثبت وجهي، في عنا الحل انه اخذ الروستو، او كثير بحب انه كيف الفنش بتاعتي لوجهي، وكثير كمان بحب استعمل من ساموي اللي هي البراب اند سات، استعملناها از براب. انا صراحه بحسها احلى حتى تذوب لي اللايرز تبع السكن تبع الباودر اللي حطيتها على السكن تبعي، بس كتثبيت للميك اب ما حسيت هالقد بالداين، سبيشلي لانه ريسنتلي حطيتها عندي ببروجكت بان وعم جرب انه استعملها. سو وقت عم بستعملها كل الوقت عم شوف انه قد ايه عم بتساعد انه الميك اب يداين. بس اذا بدكم شيء تو ملت لايرز يلي على السكن تبعكم هيدي كثير حلوه. سو رح كون عم برش منها شوي على وجهي، وبشوي قصدي كثير يعني، بس انه بهيدي الطريقه برجع باخذ السبونج المبلله وبطريقه الطبطبه بطريقه كثير ناعمه بلش انه قطعها للسبونج على كل وجهي هيك تحت تذوب لي اللايرز تبع الباودرز يلي انا حاطتهم، وهيك ات فيلز كانه لايك ماي سكن، مش كانه انا حاطه لايرز. وشايفين الهايلايتر يلي كنت حاطته انا هون على صنديحتي بطل مبين انه واضح، بس انا مبين بس ابرم ببين الهايلايتر بهيدي الطريقه. وهلا رح ننتقل لللبس، يعني ما في خبركم قد ايه عندي البرودكتس، مش عارفه صراحه شو بدي استعمل من البرودكتس حتى اكون عم استعمل قد ما في براندز انا بعد ما صار لي مجال استعملهم. رجعت للدفتر تاتاكد انه البراندز كلهم استعملتهم. في عندي سابيل كمان ما قدرت لاقيها ولا اي محل انه هي عندهم ميك اب برودكت، سو سابيل ما انا مذكوره بقلب هيدا الفيديو. عندي من اونوبا كم البلاينر بس ما راح اقدر استعملهم لانه اللي عندي هن نيوت، وعندي تو براندز حب استعمل منهم البلاينرز معقول يزبطوا مع بعضهم مع هذا اللوك مع انا شو لابسه وكل شيء. في عنا 17 مش عارفه اذا هي لبنانيه او لا، سو ليت مي نو بخانه التعليقات اذا بتعرف انه 17 هي لبنانيه. كالبلاينرز رح بلش اول شيء اخذ شيدز اوف يو، هيدا اللون هو تقريبا كثير قريب من اللون البلوز اللي انا لبسته، شيد نمبر 204. في عندي الما بعد ما استعملت منها شيء، الما وساموا هن نفس البراند، كمان اونوبا وسان جيرمان هن نفس البراند، واكيرا ما عندي شيء منها. اكيرا ودالي هن نفس البراند ان كيس ما بتعرفوا. سو رح كون عم بستعمل هدول التو بلاينرز، ما بعرف بدي احطهم على شفافي. رح بلش انه اخذ الشيدز اوف يو يلي هو رح يكون على طوارف الشفافي. سو الما نمبر 1 اند شيد اوف يو نمبر 204، هدول هن البلاينرز يلي رح كون عم بستعمل اول شيء على الشفافي. سو بلش انه رح اخذ فكره شو بدي اعمل لانه اي ستيل هاف نو كلو. موست بروبلي رح اعمل هيك، رح اعملهم جراديانت. يس
سو رح كون على طواري بشفافي في هدول التول بلاينرز، رح اعملها اوف كاميرا لانه انا باخذ وقت بالبلاينر سبيشلي شيء هلا بدي غامق حتى ما غلط. رح طواري بشفافي اللاين يعني رح علم بيه الشيدز اوف يو، ورح اعمل مثل فيدينج. انا عم بستعمل نمبر 1 فروم الما، صار عندي هيدا الافكت على شفافي من بعد ما استعملت هدول التول بلاينرز. هلا رح كون عم باخذ من سان جيرمان ليبستيك نمبر 45 ان نيروبي، مكتوب هيك. رح اجرب انه تعمل لكم فوكس لتقروا شو هو الاسم. اوكي سو هيدا هو الشيد اللي حستعمله انا هلا بقلب الشفافه بطريقه خفيفه حتى اعمل لايت جراديانت. كثير بيجمنتد الليبستيكس تبع سان جيرمان ان كيس ما تكونوا مجربينهم، انا كثير بحبهم و they feel like nothing on your lips وبيضاينوا. بالنسبه لبوليت ليبس كثير بيضاينوا. هلا انا I have a lot of liquid lipstick بس انا I tend to use أكتر ال bullet lipsticks، بس حابة أجرب مع هذا الإفكت من سان جيرمان شيد نمبر 6 يلي هن المات، مسمينهم ميجا لاست ليب جلوس، هن مانن ليب جلوس هن الترا مات يمكن اسمهم بس على الباكجينج مكتوب هيك نمبر 6 ان بيرلاسك. سو رح آخذ منه نكزة صغيرة حطها هون on the center of my lips because more is more and I wanna use قد ما فيي ليبانيز براند. سو هيدا افتح نكزة صغيرة وميل على بيرفل مش على حمار. سو حطيته in the center و بظن عملت له بلندنج منيح مع الالوان البقوي. The last step رح كون قبل ما فك شعراتي واعملكم الاوتر رح كون عم باخذ الجلوس الوحيد اللي عندي من ليبانيز براند وكان عندي كثير بس الجلوسز ما بيضاينوا قد الليبستكس العادية. هو من ايف موريل، الشيد اللي انا معي هو نمبر 25، سو حاخذ منه شوي على ايدي لانه هيدا على اصبعي بالاحرى لانه هيدا الشيد في بقلبه جولد، اوكي؟ سو مع الميك اب تبعي ما رح يزبط كثير بس انه اي ونا بي يوزينج قد ما فيي برودكتس، سو ذاتس واي، سو اخذت نكزه صغيره رح ركزه هون بهيدي الطريقه وام ميكينج شور انه انا عم بعمل له بلندنج كثير منيح لانه ما بدي اياه يغطي الجولد اللي فيه على الشيدز اللي انا حطيتهم. و اللي فضل على اصبعي بقطعهم على بقيه شفافي. من بعد ما فكيت شعراتي هذا هو الفول فيس يوزينج اونلي ليبانيز براندز. بعد عندي كثير برودكتس ما قدرت استعملهم، يعني هيدي السله مليانه برودكتس ما قدرت استعملهم. في قدامي تونز اوف اي لاينرز ما قدرت استعملهم، في كثير اي شادوز ما قدرت استعملهم، سو في كثير من بروفوك، ليجي، لولا، ساموا، دالي، ايف موريل، سابيل، مش سابيل سوري، اونوبا. ليدي لولا في كتير اي لاينرز ما قدرت استعملكم اياهم مع انه اي لاف ليدي لولا و اي سبورت ذم ا لوت. في عندي كتير اي شادوز ما قدرت استعملهم، هيدا لانه اي هاف اونلي وان فيس سبيشلي البرودكتس اي هاف ذيز ليبس فما في سيء اكثر من اللي انا عملته بس اي ترايد سو هارد انه اجرب قد ما في احط لكم براندز. اكيد اذا حبيتوا هيدا اللوك هيدا الفيديو ما تنسوا انكم تخلوني اعرف هيدا الشيء انكم تعملوا لايك للفيديو، تتركوا لي تعليقاتكم بخانه التعليقات تحت قد ايه حبيتوا هيدا الفيديو، واكيد انكم تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم تبعتوا اللينك حتى تعرفون اكثر على ليبانيز براندز، او اذا ما بيعرفوا انه هدول البرودكتس موجودين عند هول البراندز اكيد انكم تعرفون عليهم. دايما بحب اخبركم وقت تاخذوا ثواني تتعملوا لايك كومنت وشير للفيديوز تبعي، انتم كثير بتكونوا عم تساعدوا ماي فيديوز اند ماي شانل وانا كثير بقدم مساعدتكم لإلي. بس بدي اعلق على شغله انا ما ذكرتها خلال الفيديو، along the way انا عاطيه ريفيوز او حكي عن اكت عملته ليبانيز براند انا ما عجبني، مش معناتها انه انا عندي شيء شخصي مع هيدا البراند او كان عندي شيء شخصي، تما نقول عندي شيء شخصي لانه في specifically ما رح نذكرهم، في اشخاص ايه صار عندي شيء شخصي معهم، بس انا وقتها اطلع احكي اعطي ريفيو او اعمل هول قصص هيدا لانه شغلتي انا هون اعمل ريفيوز. سو اذا بدي اكون كثير انا اثيكال معكم ومع حالي وعن جد كون انا راضيه بايدائي لكم وايدائي انا مع حالي قبل ما حدا يجي ويعمل لي جادجمنت، انا شخص لازم لكم البرودكت اللي حبيته عن اللي ما حبيته والاكت اللي حبيته عن اللي ما حبيته من البراند، بس مش معناتها انا حامله ساطور وبدي الغي وان اوف ذا براندز، بالعكس انا بتمنى كل ليبانيز براندز يتطوروا ويصيروا احلى براندز. وهيدي شغلتي انا هون احكي، اذا صار شيء صح غلط، اذا برودكت منيح او مش منيح، مش معناتها انه عندي شيء ضد هيدي البراند. سو حبيت انوضح هيدي الشغله لو كان باخر الفيديو لو ما ذكرتها بالاول. إذا حابين تشوفوني أكثر بالمستقبل والفيديوز كلهم تبعي ما بدي اياكم تنسوا انكم أكيد تعملوا سبسكرايب للقناة تبعي وتدوروا جرس هون، حط كلمة سبسكرايب لدايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة أنا بطلع فيديو جديد،
كل نهار خميس انا كان عندي اي نيو يوتيوب فيديو وبلس نهار السبت كان طلع لكم ان اكسترا فيديو بير ويك وشهر الجاي ديسمبر في عنا شيء عملناه نحن لاستير سو دور جرس حتى يوصل لكم هولي المعلومات كلهم واذا حابين تشوفوني اكثر يعني كل يوم فيكم تروح تعملوا فولو على انستغرام على تويتر بالاخص على انستغرام هلا تويتر صرت احسن اللي عاملين فولو على تويتر عم يلاحظوا انا عم بعمل تويتس اكثر من العاده بس مش كتير بس مطرح ما انا كتير اكتب هو انستغرام انا دايما بطلع على ستوريز فرجيكم توتوريالز get ready with me mini reviews unboxings product of the week وكتير قصص غير وبلس اذا كان عندكم حيلا سؤال بتلاقوني دايما موجودة على الدي ام حتى اجاوبكم وقد ما في جرب ساعدكم كل المعلومات الخاصة فيه رح بتلاقوها بخانة المعلومات تحت بالاضافة للبرودكتس يلي انا استعملتهم بهيدا الفيديو ولحط لكم اذا في كود حتى توفروا شوية مصاري حط كل برودكت رح بتلاقوا كود ورح جرب نحط لكم اللينكس تبع الانستغرام اكونت تبع البراندز اللي انا استعملتهم هو فري ساعه اذا ما ساعه ما رح احطهم ورح بتلاقوا كمان بخانه المعلومات تحت كثير فيديوز انا عملتهم بيعلموكم تصيروا احسن بالميك اب تبعكم واوعى ريجاردينج يور ميك اب ام لافينج ذا ميك اب اللي انا عملته اليوم ما بعرف اذا انتم قادرين تشوفوا بس انا ماي ميك اب فيلز جريت الفاونديشن شوي لونه غير علي اذا بشيل هيك بس غير عن الفاونديشن اللون اي لاف ايفريثينج كل شيء ات فيلز كأن أنا استعملت برودكتس هن كتير هاي أند إذا بتحبوا تشوفوا بالمستقبل فيديو أنا ومركزة على براند معينة من هيدول البراند سبيشلي سان جيرمان أنا عندي كتير منهم بليز ما حدا يطلب لي بسام فتوح أو سامر خزامي I cannot afford it hopefully يصير I can afford it one day بس إذا حابين تشوفوا هيك براندز عندي كتير منهم let me know بخانة التعليقات تحت أنا try to make sure ان انا اعمل هيدول الفيديوز thank you لكل شخص عم يحضر my videos ان شاء الله دقيقه 10 دقايق او للاخر هيدا الوقت اللي انتم عم تحضروا هيدا الفيديو فيكم تعملوا كتير قصص وانتم عم تقرروا انكم تقضوا هيدا الفيديو معي ف thank you لكل شخص على وقتكم thank you على دعمكم المستمر I love you all وان انا راد انا بشوفكم بالفيديو الجاي